الله بنات، هذا هو الموديل ان شاء الله، يعني شكل نهائي كما تشوفوا معايا ان شاء الله في هذا الفيديو في الصاله ديال هذا الموديل. هذا نحاول نبدا لكم من الفوق لي ديطاي. عندي هنايا الثوب شويه كيتجبد، درت ليه البندات منه، بنده ديال الصيف منه، يعني هذه ما معزولاش، هي من الثوب شتيها حيت الثوب كيتجبد. كميمات عاديا ما بوفو ما والو، غندير لهم ان شاء الله لاستيك. عندي هنايا واحد التقطيعه شتيها، تقطيعه مع الثوب قليل، ما كاينش بليات بزاف، درت ليها لي فرونس. وعندي بليات اخرين غيجوا جهه الفخد، يعني جهه لي هونش، تحت لي هونش بالضبط شويه. ها هما هادو درت لهم بليات البنات، راه مازال يلا هذه التخيطات بقى سخونه، مازال مازال ما مصلوحه ما حتى حاجه، يعني ما بليات هما راه باقي ما طايحينش، ملي غيطيحوا البليات راه غتبان عاوتاني شي حاجه عاوتاني اخرى. الكسوة عريضة عريضة عريضة، كمية الثوب 3 متر، طبلة عندي انا راه عريضة، ها راه باقي مازال الخير ليه. صافي نحاول نطلع الكاميرا الفوق باش يبان لكم. المهم هذا هو الموديل ديالنا ان شاء الله. صافي يلا، هاد الدرس ان شاء الله درت لكم فيه الفصالة ودرت لكم فيه الخياطة، كملوا الدرس حتى الاخر، الا اكيد انه غيعجبكم خلو كلمة زوينة وخلو كومونتير زوين. وكنبغي نوجه يعني تحيه ديالي لكاع المشاركين في القناه ديال ازياء هريج، وكنبغي نقول لكم مبارك العواشر، الله يجعلو صيام مقبول وذكر مقبول ودعاء مقبول، والله يرزقكم الرزق الوفير يا رب، والله يتقبل الجميع. يلا البنات السلام عليكم. السلام عليكم، موديل جديد مع الموديلات ديال العيد ان شاء الله، ماكينه قرب الريح. يلا عندي هنايا موديل غيكونوا فيه تقطيعه هنايا، حيت عندي صديفات. الكميم غيكون فيه لاستيك، جوج تقطيعات غتكون وحده هنايا في الكرش في الحزام، وحده غتكون يعني عند لي رونج ماشي في الركبه، عند لي رونج. كميه الثوب ربما هنايا 3 متر، طيب صغيره يعني عزيبه. ايوا نبداو ان شاء الله. ديال الطول ديال الثوب هذا، دائما ملي كتكون التقطيعه كنخدم على العرض. صافي غنتني ثوبي على زوج، الثوب كيتجبد، انتما تشوفوا كيفاش غنفصل هذا الثوب. هذا ماشي بحال الخضر، الخضر البندا عزلتها، هذا لا، هذا كيتجبد ما غنعزلش البندا، كيتجبد تقريبا هكذا ماشي هكذا. نورمالمون الثوب الا كان كيتجبد هكذا خاص هاد العرض هاد الجبد الاستيك يكون هنا، ولكن ما عندي ما ندير. يلا غنجيب البلاصه المسدوده لتحت، غنقادها مزيان وغادي نعبر 5 سنتيم ولا 6، غنحيد الحاشيه، الحاشيه راه ما غنحسبهاش، الحاشيه ما غنخدمش بها، شفتوا الحاشيه ها هي، غنعبر 5 سنتيم، غندير 6 سنتيم. صافي غندير 6 سنتيم، هادي ديال الصيف. علاش؟ حيت الا مشيت درت البندا بوحدها ملي غنخدم بها غتجيني غتجي مكرشه. المهم غادي نجيب هاد البلاصه المسدوده غنحطها هنايا، هكذا ان شاء الله غنبدا ندير لكم الموديل ان شاء الله ان شاء الله، يعني فصاله وخياطه مني من طبيعه الحال ملي غتساعدني الظروف. بعض المرات راه كنكون زربانه باغا نخيط الموديل وكيكون التليفون مطفي ولا كيكون عندي الكليان ولا ماشي ديما كتكون الظروف مناسبه. المهم ها حنا مع مراد الله، قدي الثوب ديالي غنبدا نخدمه. غندير في الكول، كول كيتجبد، غندير 7 سنتيم وغنهبط بجوج وغادي نقور. الكليانه كتلبس 40 في الكتاف، ولكن انا عندي الثوب كيتجبد يعني غنحط لها هي 19، بحال قلتي الكتاف قسمتهم على جوج، غنهبط بثلاثه وغنطيح الكتف. صافي غادي نهبط ب 38 اللي هي ارتفاع الامام، ما غنديرش لها 38 غندير لها 37 حيت الثوب كيتجبد.
صافي. غادي نحط دورة الصدر عندها 100 100، غنقسمها على زوج، غتعطيني 25، غنحط ليها 26. واخا الثوب كيتجبد ما عنديش مشكل في العرض، يعني غنقصو 26 اللي عندي هنا. شوف هاد البنات راه عبرت من البلاصة المسدودة، غنعاود نطلع للفوق وغنحط 26 ها هي، وغندي هاد النقطة اللي عند هادي. نفس الطريقة باش كنفصل كلشي غير كيكونوا إضافات، يعني كورساج واحد. البنت عندها 9 و19، غندير ليها 20 وغنعبرها مايلة حتى كنلقاها في هاد الخط، وغندير المستطيل ديالي، غنطلع بربعة وندخل بربعة. ملي كيكون عندي التركيز صغيور كنديرها 4، كان التركيز كبير راه كديري 5. غنجي لهنا غندخل بزوج، وغندي هاد النقطة اللي عند هادي، وغنطلع بجوج، وغنجيبها لعند النص، وغندي هاد النقطة اللي عند هادي، واضح؟ وغنقطع بسم الله. هنا غنقطع ديريكت، هنا كنقطع ديريكت وكنقور صافي. غنجي للامام، هذا ما غنخدمش به حيت صافي ما عندي لا بندال حتى حاجه، يعني حتى هو غنلوحو. غادي نجي هاد الامام هذا، غادي نهبط ب 4 سنتيم وغادي نقورها صافي. غنجي لهنا غندير النص وغادي نقورو، طبيعي الحال كندخل بواحد هنايا، بالنسبه لهاد البنطه غنقطعها بحال هكدا، غنعزل البنطه وغادي نقور، مغنقطعش البنطه، غنخليها. علاش؟ حيت هاد البنطه هنا راه غنضربو بالسرجي، غادي نقصو باش يبان ليكم. بالنسبه لهادي علاش كنخليها؟ كنخليها باش نجليها بحال هكدا. الظهر والامام، هذا ظهر يعني غيكون هكذا، هذا وجه وهذا وجه. ملي كنبغي نخيطها كندير ليها بحال هكذا وكنخيطها، كتكون باينه طبيعي الحال، كتكون مسرجيه. كنتي باغاها ما يبانش السرجي راه كتخلي واحد المسافه اكثر من هكذا، كتجي على هذا الشكل وكتجي وحده فوق وحده بحال هكذا صافي، وكتحطي عليها الصديفات ديالك مزيان. منين كيكون الثوب كيتجبد، ما كانش الثوب كيتجبد راه كديريها معزوله بوحدها بحال كي درت لذاك الموديل الاخضر صافي. دابا غنمشيو للطرف التحتاني، الطرف التحتاني الطرف الوسط، يعني عندي الفوق وعندي الوسط وعندي التحت صافي. شويه غادي نجي لتحت، غنقادو بحال هكذا كاد توبي باقا خدامه في العرض، مازال ما قلبتش الثوب، غنخدم توبي على هذا الشكل، وغادي نعاود نطوي على 4، طويت على 2 غنعاود نطوي على 4 مزيان. غنخلي غير هذه المسافه هذه، غنقاد الثوب ديالي ها هو دائما كنقول لكم الصايه الوسطانيه، الوسطانيه ماشي التحتانيه، الوسطانيه. غادي نهبط هنا ب 4 سنتيم ولا 5، كنمشي ب 4 ديريكت وكنخرج ا زيرو. غادي نحاول ندير واحد تقريبا واحد العبار، غادي ندير ديك تقريبا غندير ديك 31 مزيانه. انا درت عيني ميزاني، مادام عندي التقطيعه غتكون هنا، يعني من هنا لهنا غتكون 31، وغادي نقطع. بالنسبه لهذا غادي نطلع واحد شويه في البلاصه المسدوده، واحد شويه ماشي بزاف، جوج سنتيم بحال هكاك. هذا راه باين غنجي لهنا غنحل
بدينا نحل بشكون. يلا البنات صراحه ما بقيتش عقلت بالضبط فين وصلت. المهم قطعنا هذا، هذا قطعناه يعني غيجينا بحال هذا الشكل باش تفهموا شنو درت. الطرف هذا غادي نلصقوه مع هذا بحال هكا يجينا هكذا مزيان واضح. ايوا اجي نعبروا شحال عندي في هذا في هذا الوسطاني وشحال درنا في الفوق باش نعرف شحال غندير في الصايب. درنا هنا درنا 36 36 غنزيد عليها 66 يعني عندي 66. غنشوف البنت شحال عندها في الطول، داكشي اللي عندها في الطول غادي نكملوا ليها. البنت عندها 140 في الطول، 140 في الطول وانا دايره ليها 66. غنخلي ثوبي بحال هكذا ولكن غنحلو كسوه كامله خدمتها على العرض. غندير 66 غنخرجها، غنخرج 66 ها هي 66 راه عرفتوها منين جبتها. وغادي ندير 140. البنت كتلبس 140، ها 140 ولكن ما غنديرش 140 بوحدها، غندير 140 وغنزيد ليها تقريبا واحد 6 سنتيم. علاش غتمشي ليا هنا جوج الخياطه عاوتاني في التحت وفي التكفيفه. المهم نقدر نزيد لي 6 نزيد لي 7. هذا الشيء اللي خاصني، غنشد هذا العبار هذا وغندوبلو على زوج باش يعطيني البليات. صراحه البليات كيهزو الثوب بزاف، خاصه ملي كتكوني دايرهم طوال واش فهمتي. بحال دابا كان عندك الثوب ناقص حاولي زيديه في الكسوه ونقصي في الطول ديال البليات. كنتمنى باش هاد الثوب يقدني البليات. غندوبلهم على جوج، انا هادي الطريقه باش كنخدم البليات. صافي شايفين ليا تما الكمام ها نشوف واش هذا هو عباري. نعاود نضبط عباراتي واش هما هادوك. شوف من هنا راه مسدود، غادي نحط 66 هنايا. 66 راه فيها الطرف الفوقاني وفيها الطرف الوسطاني. السيده كتلبس 140 صافي هو هذا عباري. زدت 6 سنتيم هكذا. غادي نجي لهنايا البلاصه المحلوله، غنقسم على جوج وغنطلع ب 6 وغنقطع البلاصه المحلوله. ولكن قبل ما ندير هاد الخدمه هادي غيخصني العبر باش نشوف واش عندي نفس العبر في هنا وهنا. عندي هنايا 83 هنا 3 ندير 82 ندير 82 ها هي. نعاود نعبر هنا 82 ها هي وهنا راه طلعت، هنا راه طلعت 6 سنتيم. كنطلع ب 6 سنتيم باش ما يجينيش باش ما يجونيش الجناب طايحين. هنا ديال الكمام كنطلع في البلاصه المحلوله ب 6 سنتيم ماشي في البلاصه المسدوده. غادي نجي لهاد الطرف هذا اللي مسدود غنقسم، عندي الثوب على 4 غنقسمو باش يعطيني جوج في جوج. طريقه القسيم كتقطعي بحال هكا، دير بال باش ما تخسريش. وغنعلم عطيني جوج طرف، واحد ديال هاد الجهه ها هو غيلصق هنا، واحد ديال الظهر واضح هكذاك. ودابا خاصني ندير الكميمات، الكميمات فيهم لاستيك، غادي نخدم بهذا الشكل هذا. الكمامة هما صراحة باقي خاصني، مازال خاصني البندا، لا البندا الأمام ما خاصانيش. صافي يعني قادني التوب، التوب هو هاداك التوب داكشي لي شاط ليا كنيتو على زوج. غادي نهبط البنية باغا الحزام والحزام ما عطاهاش عندي ما ندير ليها. غنهبط بخمسطاش ها الحزام بديرو هنا معطاهاش الحزام. انا هبط ب 15 وغادي نمشي نعبر التركيز ديال الامام. باغا فيه ما عرفتش، غنعبر التركيز ديال الامام
عطاني قولي 27، غنقص منها واحد هي 26 غنحطها هنا. ستة وعشرين نقسمها على زوج، غنعاود المهم لكم راه باين طلع بواحد نزل بواحد. لي مافهمش لكم دير لكم بوحدو، راه كاين في القناة بوحدو. غنهبط بثلاثين، طول ديال الكم 59 زائد 6 سنتيم هي 67. لاستيك كندير فيه لاستيك كنزيد، وغنهبط ديريكت لتحت. درت ليها العرض تقريبا تقريبا، درت ليها هنايا 24، وفي الدراع درت ليها 23. كنزرب شويه البنت اللي بغات اللي كتصور تمشي لدارهم ندير هذا طلعت. وني حتى انايا عندي شويه ديال الضغط في الخدمه، راه عرفتوا البنات العواشر هادي والله العظيم ما بغيتش القناه توقف، اما عرفتي هادشي اللي كنشرح فيه دايز فيا صافي. هذا هو الكم ديالنا. اغلبيه الخياطات اللي كيكونوا كيديروا اليوتيوب ولا فاسمو راه في رمضان كيوقفوا، ولكن ملي غتوقفي راه القناه كطيح، يعني خصك عاوتاني شحال باش تعاودي تطلعيها. المهم شط ليا هذا غنفيني به العنق، العنق راه المهم غنشوف كيفاش تفيني العنق. صافي البنات هادشي اللي كاين، ان شاء الله ندوزو للخياطه. السلام عليكم. سلام بنات، ندوزو للمونتاج ديال هذا الموديل ان شاء الله الفريرق. اول حاجه بعدا غنعزل البياس نشوف كل حاجه ديال شنو فيها. نهز الامل دوفات هادو باش غنخدم. هذا الظهر، هذا هو الظهر صافي. يلا بسم الله على بركه الله. كنتني العبار ديالي حالك القياس اللي خليت بسم الله، والثوب ملي كيكون كيتجبد كنردو معاه البال باش ما نجروش في الماكينه، واش فهمتوا؟ ما نبقاوش نديرو ها ولا لا، كتعطيه الطوع كتخليه يخدم راسو. طاع الخيط وانا خدامه من الاول ما خيطتش، نعاود تلاحظوا بانني ما كنجرش، كنقاد الثوبي صافي وكنخيط. حاولوا باش ما تخيطوش فوق من السرجي، راه الا خيطتي فوق من السرجي بحال هكا كتدك في الخياطه. يجيكم على هذا الشكل شتي، ما كنتيش باغا هاد السورجي يبان كتكفي سنتيم من الداخل، ولكن كديري يعني بحسابو من الاول. غنعاود نشد الجهه الاخرى. هاد الثوبه البنات كيتشابه يعني بحال كفاه بحال زعما بحال الامام بحال الخلف. غادي نحطو نفس الطريقه اللي درت لديك الجهه، غندير على جاهر. هذا غنبدا من التحت، جهه غنبدا من الفوق جهه غنبدا من التحت. صافي غنبقى بنفس الطريقه
البنات البندره ما كتجرش. الماكينه كدير خدمتها، الماكينه كتجر داكشي اللي بغات. فراسكم سبحان الله العظيم، هاد الخيوط هادو كيعصبوني والله العظيم، ما عرفتش علاش كنشوفهم في البياسه كن صافي. البنات شوفوا دابا لحد واشنو غندير، غنحط البياسه ديالي ها ها الطرف ها الطرف، ما بغيتش بجيبان وفي نفس الوقت نبين لكم. غادي نشد هاد الطرف هذا، شنو هو هذا اليمني، غنشد اليمن غنحطو فوق من اليسار، وغادي نخيط اليمن فوق من اليسار، وغنفيكسي نخيط باش يعطيني طرف واحد. مزيان ها كيعطيني طرف واحد. غادي نهز دابا هاد الطرف هذا، غنحطو هنايا، وغادي نهز في الكمام، وغنهز الظهر صافي. غنشد الظهر غنقسمو على جوج، ها هو، والامام راه ديجا مقسوم على جوج راه باين. وغادي نهز دوك الطروفة الوسطانيين، الامام والخلف ديال الوسط، الامام والخلف ديال الوسط اللي هما طروفة غير صغار. ها هو هادو، عندي غير طرف واحد ما عرفتش مشى لاخر. هادو حتى هما راه فيهم لتحت وفيهم الفوق، وراه علمتهم، كل ما علمتهمش غادي نجي دابا نخيط ما نبقاش نعرف مازال من الفوق من التحت. واقيلا نيت واش علمت هنا ولا ما علمتوش. او يا ها هو ماشي باينين، ها ما علمتهمش ما علمتهمش، ولكن باين الجناب كيكونوا طالعين. ها هو شتي، علموا البنات علموا علموا، راه دابا انا عرفت، دابا انا عرفت، ولكن نتوما يقدر تغلطوا، ولا غلطتي غتخسري كلشي، ماشي غتخسري وانما غيجيك الديفو. كنقسم طرف على زوج، ها هو بحال هكا شتي، هذا الفوق غنشدو وغندير ليه النمره 5، كنقلب هذه النمره 5 باش ندير ليه لي فرونس. شي حاجه عندي ماشي هي هذيك، انا كيتقطع ليا الخيط. ملي يكون كيتقطع الخيط عرفي بانه يا اما الخيط ما دايرش مزيان، الخيط ما دايرش مزيان، ولا هذا مزير. البنات عندي واحد العوينه هنا ما عمرني دوزت منها الخيط، غندوزو منها شتوها نجرب باش ما يبقاش يتقطع. غادي ندوز النمره 5 ياك، النمره 5 كتعطيني غرزه كبيره، ولكن هنا راه معلمه المنتصف. ما كنقطعش، كنطول الخيط، خصني نقلب على الطرف الاخر فينا هو، خصني الطرف الاخر باش ندوز النمره 5 في كل شيء في مره واحده، ما نبقاش نلعب. ها الكمام، الطرف الفوقاني، الطرف الفوقاني، هذا الكمام، ما عرفتش شنو هو الطرف الاخر، خصني نديرو في مختفون. المهم ما علينا، ماشي مشكل، ما عرفتش فين. هاهو هاهو شو، تخيلوا معايا تكونوا خدامين في امان الله حتى تلقاو شي طرف قطعتوه ودرتوه كمام ولا درتوه والثوب اصلا ما بقاش، والثوب ديالك ليانه و... خايبه ياك، ايوا ردوا البال. غنشوف هذا فراسكم ما علمتوش، خربقني والله ما علمتش الفوق، علمت غير الظهر ما علمتش من الفوق من التحت، ولكن انا باين حيت كندير انا ديك التحفيره كيجي داخل ديالها هنا واضح. ها هو هذا هو الفوق، غادي ندير لي طاو المنتصف ديالو ضروري البنات المنتصف، هانتوما تشوفوا عليا اش غينفعني هذا المنتصف هذا. غادي ندوز النمره 5 لهذا تا هو، كتعطي على السورجي واحد شويه،
حاولي باش ما يتقطعش داك الخيط. هنا ما كنقطعش، كنطول الخيط ديالي. غادي نقلب نمره 3 وغادي نجر واحد ماشي جوج، كنجر واحد بسم الله، كنجر واحد واحد الخيط، غنجر غير شويه ماشي بزاف، غير شويه اللي خاصني. وحاجه اخرى عاوتاني هذا، حاولي باش ملي كتكوني كتجري ما يتقطعش ليك الخيط. البنات شوفوا يدي كي دايره في راسكم دابا، راه تنفسات شو قداش ورمات غلاضيت. ما شكيت عليكم، عطاتني واحد النحله وانا عندي مشكل ما عرفتش علاش كيتنفخ ليا النحل. والله العظيم دابا راه اليوم 3 ايام الالم، واحد الالم، واحد الالم فظيع فظيع. وكتاكلني الحكه 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 عاتي راه كان. والبارح حكيتها بالمشطه ديال الشعر، شديت المشطه وكان صافي. البنات نفس الطريقه اللي درت لهذا غنديرها لاخر، غادي نهز امام ولا خلف. انا غنبدا بالامام، غادي نحط ياك، غنحط البياسه التقنيه هي اللي في التحت، وغنحط هذا فوق منها. ولكن خصني نشوف فين هو الظهر. ها هو هذا هو الوجه، هذا هو الوجه، هذا هو الوجه ديال البياسه. غنحط الوجه مع الوجه. يلا وردوا معايا البال، واحد المسافه ما غندير فيها حتى حاجه، ما غنخيطها ما والو. علاش؟ باش ما تعرفي الكليانه تجي على البياسه عريضه وتقولي نقصي ليا. منين تبي تنقصي غادي تنقصي، غتنقصي في اسمو، غتنقصي في الجناب ما يكون فيهم لا بليت لا والو. وغادي نجي للمنتصف ديال هذا. ها هو شفتو المنتصف، المنتصف ديال هذا راه ما حددتوش حيت باين فيه الباندا، شتيها. غادي نجي للمنتصف وغنحاول هاد البليات هادو نفرقهم، راه كاين غير شويه البليات هادوك، شويه غنفرقهم، شويه لي فرونس ماشي البليات، شويه لي فرونس غنفرقهم. غنخيط واحد شويه صافي، وهاد شويه هذا غنحاول نفرقو. صافي كنبقى بهاد الطريقه هادي، كتعطي المهل الخدمه حتى كتخدميها غير بقاعده وبشويه. البنات وصلت للمنتصف، غادي نحيد الفنيته. بس زوين هاد الفنيته والمنتصف، كتولي كتعرفي شحال غتفرقي هنا وشحال غتفرقي هنا. بالنسبه لهاد البلاصه هادي هنايا، هنا نفس المسافه اللي خليت تما غنخليها هنا، ها هي واضحه باينه، غندير فيها فنيته. وهذا الشيء اللي بقى غنفرقو هنايا. بالنسبه لي فرونس راه كتعرفي كيفاش، حاولي خدمي باش تستافدي، ماشي تبقاي تشوفي. يعني خصك بحال قلتي تحطي في ارض الواقع، تخدميهم تخدميهم باش تعرفي لي يفو، تعرفي اغلاط، وتعرفي ما خصكيش تطيحي فيهم. صافي غنجر هاد الخويط عاوتاني حتى هنايا غير باش يتزير ليا واحد شويه. كيف ما كتشوفوا، شوف البنات انا راه كنشد بهاد اليد هنايا، وكنجر من التحت باش بحال قلتي كنوقفهم، وكندوز الخيط باش ما يتجمعوش ليا، باش ما يتخيطوش، باش ما تدورش ليا الفخونصه، ما تدورش ليا للتحت وتبدا تبان ليا من بدا يبان ليا السرجي من التحت. المهم كنتمنى نكون وصلت لكم الفكره، وحتى كيبانوا زوينين ملي كتشديهم هكذا توقفيهم، كيبانوا الشكل ديالهم زوين. صافي هاني وصلت يعني نقلب ونشوف اشنو درت. حيد الخيوط، انا عدوة الخيوط فراسكم. دابا واحد الحاجه، انا الكيس ديالي ملي كنخدمهم ما كنبقاش نفيني مازال، صافي كاينه اللي تا كتخدم البياس وكتفينيها. انا خدامه وانا كنفيني. حاولوا البنات ديروا هاد الطريقه والله العظيم الا زوينه. صافي تعلمت هكا بقيت هكذا.
البياسه ملي كتشوفيها نقيه ما كتبانش كي البياسه موسخه. المهم غنحاول نجر هكا شويه ملي نخدمو، ديما جروا البياسه باش تي الا كانت شي حاجه ما مخيطاش ترتق. صافي شوف كيفاش كيجي، كيجي على هذا الشكل. هذا راه الزرق ما عرفتش واش كيبان لكم مع الضو، ما فيهش بزاف ديال لي فرونس، داكشي علاش ما فيهش بزاف ديال الثوب، داكشي علاش درت ليه لي فرونس. التحتاني هو فاش كاين، فاش كاينين البليات بزاف. غنخلي بياستي هنايا ولكن غنقسمها على زوج وغنمشي غادي نحطها تحت الماكينه وغنخدم دابا طريقه اخرى في الخدمه اللي هي البليات. غنحط دابا الطرف، هاد الطرف هذا اللي درت فيه لي فرونس هو اللي غنحط، وغادي نمشي لهاد الطرف الكبير الفوقاني، الطرف اللي فصلت ودبلته على زوج. الناس اللي شافوا الفصاله اصلا راه ما غتكوني وصلتي لهنا حتى تكوني شتي دزتي من مرحله الفصاله. كنتمنى المهم الفصاله وخياطه تعجبكم. نقسم على زوج وغنخدم بالبليات. نحدد هنا راه باين، غنشوف غير الظهر من الكفه، هذا الوجه ربما البنات باقي الا شفتو الفصاله شتوني علمت فينا هو هاد الطباشير ما نعرف. بسم الله الذي خلق، ما طلقتش انا هاد البياسات حتى علمتهم كاملين، باقي الا علمت نفس الطرف، نفس الطرف علمته. ها هو الوجه، هذا هو الوجه. دابا نفس الطرف درت فيه جوج شراط. المهم ما علينا، غادي نهز البياسه ديالي وغادي نحط الطرف اللي فيه البليات اللي فيه الثوب كثير هو الفوقاني، وغادي نبدا ندير في البليات. قبل ما ندير البليات غادي نشوف المنتصف مع المنتصف باش نعرف عيني ميزاني. انت كمبتدئه ديري ليا الفنيتات، ديري البليات بالفنيتات، شوفوا شحال شايط ليا، يعني عندي البليات بزاف. صافي كنبقى نقرص ونعجد. شوفوا البنات ها ايوا، كنتمنى باش ما نديرش خدمه معاوده، حيت انا بحال قلتيها كندير عيني ميزاني هنا وصافي غير كنغامر. اما هو نورمالمون خاص هادشي يكون، ديري الفنيتات حتى كتشوفيه واش جا ولا ما جاش صافي. كتخدمي وكتعبري كتشوفي واش مخرجك. الله يا ناري، شوفوا البنات ها شتي شحال خصني من هنا لهنا، خصني غادي نجرو من هنا، غنحاول نجرو من الوسط ولكن ماشي خدمه. كثرت البليات في ديك الجهه، انا غنحاول نعرف كيفاش نخدمهم. غادي ننقص من هادو شويه، ديما داك الطرف اللي ليه كنعطيه الجهد كنكثر فيه البليات، ولكن دابا انا من نقلب البياسه راه ما غيبانش هاد الديفو، هذا ما غيبانش زعما هاد الغلط هذا. نتوما لا نتوما ردوا البال باش ما تطيحوش في هذا المشكل، ديروا الفنيتات الا قلبتها ولقيت الديفو كاين راه غادي نحل. كنتمنى ما فياش اللي يحل صراحه، ضراني هي والله العظيم، عرفتي كنخدم غير بزز غير عندنا خدمات الناس وصافي. اما كتعطيني الصداع وطلعت ليا سخانه صافي ساليت. غنعاود نفس المعلومات، هاد الطرف الفوقاني اللي فيه البليات الا شاط ليك ماشي مشكل، ولكن التحتاني ما خصوش يشد. غنقلب باش نشوف البليات واش مزيانين، واش زعما ما معيقينش هنايا مزيانين. شوفوا البنات ها نتوما تشوفوا نتوما بعينيكم ها البلاصه اللي ناقصين فيها البليات، شفتوا كي دايره مزيانه. ونشوفوا هاد البلاصه اللي كثر فيها البليات، يعني ما كاينش شي فرق كبير. انا كخياطه عارفه زعما متمرسه عارفه كيفاش نخدم. هذا هو الموديل ديالنا، نجر شويه اللور باش تشوفوا جا على هاد الشكل صراحه زوين. هنا جاو البليات ها هو عريضين، جاو هنا البليات لتحت جيت فخد، والفوق جاو شويه ديال لي فرونس هنايا، وهذا راه فيه غيكونوا فيه الصليفات. نفس الطريقه اللي درت لهذا غنديرها للظهر.
صافي حتى هو غنخدموا بحال هكذا وغنخدموا باسمو وديك الساعه غادي نكمل معكم المونتاج. يلا حبيباتي المهم كملت الظهر حتى هو حتى هو خدمته بنفس الطريقه. هادشي ديال البلياس البنات كيكون فيه شويه ديال التماره ماشي بحال ملي كتكون البياسه سامبل. شو البنات ها هو الظهر ودير البليات ديال التحت وهادو البليات ديال وسط الظهر ديال الحزام والظهر راه خاوي يعني ما فيه حتى حاجه سامبل. غنحط الظهر ديالي هو الاولاني غنحط الظهر هو الاول عليه كنهز الامام كنحطو فوق منه وردوا البال البنات شوفوا ها ملي كتكون البياسه هكا محلوله عندك مثلا تشدي البياسه وتقلبيها ديري هاد الجهه فوق هنا راه بعض المرات راه الله يحسن العوار الراس كيكون ضيخ. المهم غنحط الكتف فوق الكتف الا تبعتي الطريقه ديالي في الفصاله متاكده غتجي البياسه مخيره. ودخلوا لي كومونتير وتشوفوا البنات تبارك الله راه اللي تبقى شي حاجه راه يعني كتقول لك راه جربت هادي جربت هادي الحمد لله كنحطوا داكشي صحيح وما كنكذبوش على الناس ما كنمشوش نهزوا الموديلات من اليوتيوب ونعاود نحطهم وانا واش عرفتهم واش ناجحين ولا ما ناجحينش يعني كنخدم خدمه ديالي انايا بالطريقه باش كنعلم البنات هنا كنعرفها بانها ناجحه 100% ماشي غير بغا نعمر لاشين وصافي. نحاول نجرب شويه هذا علاش حليت هذا دخلته شويه لداخل دائما الكتف ما خصش نهائيا يشيط لك فيه شي حاجه. الا مثلا كان عندك شي ديفو جري يجي يطلع الكتف خاص يجي الكتف فوق من الكتف. صافي الكتفات تلصقوا الكتف ها هما تلصقوا غادي نحل دابا البياسه الكم راه كيتخدم على الوجه كنحل البياسه بحال هكذا ها الكتف شفتوا الكتف وغادي نهز لكم وغادي نخدم غنقسم لكم على زوج الكم ما بوفو ما والو الكم سامبل بلاستيك غنقسم كمي على زوج وغادي ندير الوجه مع الوجه وغنبدا الخياطه من الوسط وغادي نعاود نهضر على القضيه ديال التشراب. التشراب البنات شوفوا ها غادي نحط دابا انا هذا شوفوا بشحال مفوتين ها شتي بشحال مفوتين عرفتش واش كيبان مع الزرق. غادي نجر البياسه التحتانيه وغادي ندفع لكم ولكن ما تخلوش البليات ما تخلوش الثوب يدير لكم البليات وكنعبر ها هو ولا قدو هذا هو التشراب. ما تقوليش ليا لا راه ما جا كبير ولا كيجيش كبير كيجي قدو ها شتي كيجي بحالو غير اللي ما عرفاتش يديه يشرب وصافي. كاين الخياطه اللي ما كتشربش الا شطات شي حاجه في الامام خاصه الامام الامام فاش كيشد شطات شي حاجه في الامام كتقطعها لا 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 ما تقطعيش شربيه. هنا دابا العكس الكم كاين في التحت غندفع لكم وغادي نجر البياسه ديما ماشي كتجري البياسه تجري شوفوا دابا شوشو شي شحال شيط ايوا هاني غادي ندفع لكم ماشي كتدفعي يديك البليات لا غير بحال قلتي تعاونيني ماكينه تاكل الثوب وصافي. هاو شوف هاو قدو دابا ومني غنقلب راه ما كتلقايش نهائيا لا بليات لا حتى حاجه ها ها ما كاين لا بليات لا والو. صافي غادي نمشي للتحت عندي لكم البنات هنا فيه لاستيك لاستيك دابا ما غنديروش المهم انا غنخيط حتى تجي السيده دير لي السياج كنحط الوجه مع الوجه بحال هكذا الوجه مع الوجه كنقلب لكم وغنبدا الخدمه عادي. بالنسبه للاستيك راه دايره في القناه ها قلبو راه كاين غنخيط واحد المسافه وغنحبس عندي هنا بزاف ديال القطاعي يعني خصني ندير قطعات مع القطعات غادي ندير التركيز مع التركيز بحال هكذا. حاولي انت شدي بالفنيت حاولوا شدوا بالفنيت هاد البلايص هادو غنوريكم شوفوا ها غنشد هنا بالفنيته واخا انا هاد الخدمه ما كنديرهاش ولكن نديروها نتوما ها
غادي نشد القطعه الاولى ديال التركيز صافي. غنشد القطعه الاخرى هذه ها هي، وغادي نجي للقطعه الاخرى عاوتاني ديال البليات حتى هي غندير ليها بحال هكذا، وغادي باش يجيني الخدمه مزيانه واخا ما تولفوش هذا الكسل هذا، وغنجي لتحت هو غنشدو. انا اللي انا هادشي دابا اللي درت اللي وريتكم ما كنديرو بيديا باش ما نتعطلش، ديري بحال هكا وهنينا هكذا صافي. بيدي تعاودي تزيدي في نيضات اخرين هنا زيديهم، انا اليوم غندير لكم الخدمه ديال المبتدئات ماشي ديال الكاسولات ديال المبتدئات صافي هكذا صافي. وغنخيط ديما الطرف على الطرف، ماشي شي داخل شي خارج. ممكن بعض المرات تكوني انت خدامه والبياسه راه الطرف التحتاني هربان وانت كاع ما شاداه. شوف البنات انا غنحاول ندخل شويه في التركيز، حيت راه شتوني زدت في الفصاله جوج سنتيم، يعني غادي ندخل ليها في الخياطه. جاتها هي هذيك راه مزيان، جاتها مزيره راه غنعاود يعني نعاود ندير ليها خياطه اخرى خارجه. غنحاول ندخل ليها شويه في الخياطه بحال قلتي ديك سنتيم اللي زدت ياك، غادي ناكلها في الخياطه. غندخل في التركيز وغندخل هنا غنقدر ندخل حتى 3 سنتيم. ها شوف ها شفتوا شحال تسناو حتى نفوت. المهم دخلت هنا في الحزام، دخلت ب 3 سنتيم، دخلت في الداخل ب 3 سنتيم صافي. هنا راه غنخيط عادي البليات، ما تدخلي فيهم حتى حاجه، خلي سنتيم ونص ديالك وخيطي. صراحة هذا الموديل كيجي مزيون بزاف بزاف والله. كتلاحظوا بانني ما مسورجياش الجناب، ما كنسورجش الجناب حتى كنسالي البياسه ودير الكليانه للسياج اي تراكتور. الله يعفو علينا نبدلو هاد المواكن، صراحه زوينين هادو راه هادو راه مابقاوش كيتباعو، هادو راه دوك لا ولين وإنما بارازيت. شوف البنات أنا مكيشط ليا والو، غادي نحاول نوريكم شنو درت. هاد الحاشية كيف ما قلت لكم ما كنديرش ليها السورجي، عرفتي علاش؟ أنا ما كنحملش ندير السورجي كل طرف بوحدو، كيعجبني ندير سورجي واحد باش منين تقلب الكليرة البياسة كتبان ليها نقية. وتاني حاجة عاوتاني مكيلاش ندير السورجي ونعاود تجي الكليرات ديال السياج ونكون باغا نقص ونعاود نسور سورجي آخر. عندي سورجي هنايا في المحل تا كنسالي وكنسورجي. حاجه وحده اللي الحوايج اللي غيتخيطوا وما غاديش يتحلوا هما اللي كنسورجي، بحال دابا مثلا تقاطع راه كلهم سورجيتهم. كنسورجي التركيز ضروري ها نقي، وكنسورجي الكتاف، هادو هما البلايص اللي كنسورجي. ومن طبيعه الحال البندات وداك الشيء الجناب بوحدهم اللي ما كنسورجيش ما كنمسهمش نهائيا. وهاد اللعيبه ديال اللاستيك حتى هي ما كنسورجيهاش، حتى تجي الكليانه وكتعبر الطول اللي بغات، وكنقطع مثلا كنقص ليها في الكم ولا شي حاجه وكنسورجي ديك الساعات. المهم هنا التركيز راه دخلت ليها بشويه، هنا اللي بغيت نوريكم ها اللي كندور عليه من قبيله. هنا البنات شوفوا شوفوا فين 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 حكاين صبعي، شوفوا شحال خليت ليها. شتي شحال خليت؟ ما عنديش هنا المترو، خليت ليها تقريبا ما تكون ديك جوج ونص ولا ثلاثه اللي دخلت ليها بها. اولا انا زايدها واحد في الخياطه، وهنا الحزام حيت كاين فرق ما بين التقطيعه وما بين العبايه عاديه. التقطيعه كتبغي تكون شويه مزيره صافي. ايوا هادشي اللي كاين اللي كيبغي تقطيعه عريضه. نفس الطريقه اللي درت لهذا غنديرها للجهه الاخرى، ما كاينلاش نزيد نطول الفيديو. غادي نقلب البياسه ديالي ونشوف شنو درنا. المهم خص البنات هاد التقاطع هادو يجو بحال هكذا، يجو مع بعضياتهم. ها التقاطع يجو كل تقطيعه تجي مع اختها، والتركيز حتى هو خصو يجي مع خوه. استغفر الله العظيم صافي. المهم غنكمل البياسه ان شاء الله وغنحطها فوق من الطبله وغادي نصورها لكم. بالنسبه لهاد العنيق هذا 100% ما بقاش الثوب، ماشي 100% ما بقاش كاع الثوب، يعني غنفيناها بالبيي. البيي راه ساهل، راه عندي في القناه بوحدو معزول. ولي كميمات غندير لهم لاستيك، دابا ما غنديرش ليها لاستيك كما قلت لكم حتى دير لي السياج، يعني سالات هنايا لتحت ما غنمسوش حتى هو، كنخليه ما كندير ليه والو حتى تجي تعبر الطول. جات ها هي هذيك، راه كندير السورجي وكنثني سنتيم للداخل وكنخيط. انا ما كندير جوج عطفات لا،
كندير سنتيم لداخل صافي وكنخيط. مثلا نينا فريد جاتها مثلا هي هذيك يعني ما طويله ما حتى حاجه، ما غنديرش ليها سنتيم، غندير لها غير التيراج. اشنا هو التيراج؟ التيراج كاين التيراج، سكتي علينا انتيا، كاين التيراج وكاين السرجي. التيراج كيدار بهذا الخيط هذا اللي كنخيطو به، يعني باللون ديال البياسه، ماشي 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 بداك الخيط ديال السرجي. السرجي كيدار يا اما ابيض يا اما كحل، كاين اللي كيدير السرجي بهادو ولكن غالي بزاف. صافي هادشي اللي كاين. يلا البنات تنكمل البياسه ان شاء الله ونعاودو نرجعو.